السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، هناك موضوع دائما الناس يطلبون الكلام والتنبيه عليه، وكثير من الناس يقعون في مثل هذه المواضيع التي سنتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى تنبيها في هذا المقام. هذا الموضوع هو فيما يخص التظالم فيما بين الناس، لا سيما في حقوق الناس من أكل الميراث الورثة، والتعدي على عقار الآخرين، والتعدي على إرث الناس من اليتامى وغيره. وهذا موضوع في الحقيقة خطير جدا، خطير على صاحبه الذي يأكل أموال الناس. لا بد أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى سينصب الموازين القسط يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. هناك محكمة عليا بين يدي الله سبحانه وتعالى، سنقف بين يدي الله عز وجل، وسيحاسب كل واحد منا على أي مظلمة ظلمها أخاه أو غيره من الناس. حتى الكافر لا يجوز لنا أن نظلمه أو أن نأخذ حقه. هذا الدين الله سبحانه وتعالى رسخ فيه قواعد العدل، والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليقوم الناس بالقسط كذلك، وجعل الله سبحانه وتعالى عقول الناس ليقوم الناس بالقسط، وجعل الله سبحانه وتعالى فيما بيننا الحكمة والرحمة ليقوم الناس بالقسط. لا يجوز لأحد ما مهما سوغت له نفسه أن يتعدى على حق أخيه، سواء كان هذا الذي المتعدى عليه المظلوم، سواء كان قاصرا أو مجنونا أو كان سفيها أو غير ذلك، أو كان حاضرا أو غائبا. الناس اليوم تنظر إلى الدنيا فقط، الناس اليوم تنظر إلى الدنيا، كم من إنسان دفن في قبره ومظالم الناس عنده، دفنت معه مظالم الناس، ويطوى الملف إلى يوم القيامة. وكم من الناس تنازعوا في الدنيا وتكالبوا عليها، ثم بعد ذلك ماتوا للندم، مات هذا وزدت موت هذا، ثم أو تموت هذه وزدت موت هذه، ويبقى ثم يطوى الملف في الدنيا، خلاص يطوى الملف، يفتح يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك اليوم الله عز وجل لا تغيب عليه غائبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقتصوا اليوم، اقتصوا اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. يعني يوم القيامة يا إخواني الكرام، الحسنة الواحدة، حسنة واحدة الآن ربما أنت تقدر تجيبها حتى بابتسامة، جيب حسنة، الحسنة الواحدة تفدي بها الدنيا، تفتدي الدنيا كلها، تجيبها تحطها تعطيها الرب، تقول أعطيني حسنة ما فيش. الآن تفشي السلام أو ترد السلام على 30 40 حسنة سهولة، تقول دعاء من الأدعية مليون حسنة، تبتسم في وجه أخيك عندك حسنة. يعني تخيل الآن الحسنة سهلة، ويقبل الله منك مثقال الذرة. يوم القيامة الله عز وجل ما يقبلش منك هذيك العقارات اللي جنيتها لخاوتك اليتامى ولأخواتك اليتامى، ما يقبلهاش الله منك، الدنيا كاملة ما يقبلهاش منك. تحب تقول رب خلاص 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 استغفر الله واتوب اليه، خلاص المرض بتاع خاوتي والمرض بتاع خواتاتي والمرض بتاع فلان ولا بتاع جاري ولا وشدي، خلاص المرض استغفر الله واتوب اليه. يقول لك الله لا يقبل منك، خلاص خلاص الدنيا خلاص. وهذا الوقت يا اخواني الكرام يندم الانسان ولا ينفع الندم والعياذ بالله. انا انصح اي انسان نصيحه لله والمصلحته هو، انا انصح اي انسان راه مدي حق الناس ولا مدي حق خاوته ولا حق خواتاته ولا حق نسيبه ولا حق نسيبته ولا حق جاره ولا حق عمه ولا ولد عمه ولا اي انسان ولو كان كافرا، ولو كان هذا الانسان قبيح الذات وقبيح الصفات، موش ده سلاح، معليش بلا ما تديروش. انت تشوف لو تموت بعد ما يبارك لك الله ان شاء الله في العمر، لو تموت وترسل الناس افضل من اللي تموت والناس يسالوك. فليتقي اي واحد فينا حقوق الناس، لا بد ان نرعى حقوق الناس. لماذا؟ لانه احنا الان نصلي ونصوم من اجل ماذا؟ باش يجينا الله من النار، باش يدخلنا الله الجنه. علاش رانا جينا الجمعه؟ واش جينا فيها؟ عاده جينا عاده هكذا
تشوفوا بلادنا لا، جينا من اجل نطلب رحمه الله، نطلب نجاه من النار. ولذلك جينا. كذلك انت لماذا تصلي وتصوم ثم بعد ذلك تعتدي على حقوق غيرك؟ يا اخي الدنيا هذه الله قدر وقسم لنا ارزاقنا وقسم الميراث. لما جاء قضيه الميراث ربي سبحانه وتعالى نحى حتى البشري، البشر ما خلاه يقسم، البشر ما خلاه يقسم. ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام بيان وفتوى في الميراث، وما ثبت عن الصحابه رضي الله عنهم اجتهاد تابع لتقسيم الرب سبحانه وتعالى، او فتاوى مبنيه على ما قسمه الله عز وجل. الان اللي قسم لنا واللي اصل لنا واللي دار القواعد في تقسيم الميراث هو من؟ هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ويجي اي انسان دوك يستدرك على ربي يقول له علاه عطيتني انا النص وضع منه الدول؟ علاه؟ على تعطيله هذا ضعف ولا تعطيني نص؟ تقدر انت تستدرك على رب العالمين؟ ما تقدر تستدرك. اذا لماذا الاجحاف؟ ولماذا عدم الانصاف؟ ولماذا الانسان ياخذ حق غيره؟ انا اشوف احيانا الناس يجوني، احيانا الناس كيقسموا كل واحد يدي حقه راح يولوا دي ملياردير. والله يدي كل واحد حقه برك، كل واحد يدي حقه، ما يديش للشباب زياده حقه، يولي خير كبير. كان صعلوك لا مثلا مات الاب بتاعه ولا مات فلان ولا مات كذا ولا دار له ورد ما شاء الله ربي يرزقه. ولكن وش يدير؟ بعد يحول يترافيك الكوار ويدور منها ويجيب منها باش ينحي هذا ويدير هذا ميت ويدير هذا حي ويدير هذا كذا. يا اخي عطاك الله، عطاك خير لو تبقى تاكل فيه الى يوم القيامه ما يخلص. لماذا تعتدي؟ وخلق الانسان ان الانسان كان هلوعا. هكذا الانسان لو ان لابن ادم هذا واد من لان لابن ادم واديا من ذهب او من فضه لتمنى واديا. وانه لحب الخير لشديد، تحبون المال حبا جما. طبيعه خبيثه في الانسان لابد ان نحاربها، وهو الاعتداء على غيره. وهذه من تاتي من الوالدين والتربيه تاع الوالدين. نحن الان في بيوتنا عندنا اتصالات مع ابنائنا لابد ان نتقنها، وهذه الاتصالات مع ابنائنا هي عباره عن دروس. شفت الاكل الجماعي والاكل المفرد يختلف، تربيه هذه تربيه. شفت الانسان لما تقسم انت لابنائك الاكل ياكل واحد منهم حاجه ويقعد يسمنها في امه لعلها تعطي له حقه. تكبر هذه تلقاها في الميراث، يدي حقه ويزيد ينحي حقه وينحي حق اخواتك. لوالف من الطعام تتمده، من تحت من الطعام، من الطعام تبدا التربيه كما قال العلماء. يقول احد العلماء يقول اذا ربينا ابناءنا على الجفن الواحد الصحن الواحد سيتعلم الابناء الاخوه فيما بينهم، ويتعلمون كيف ينتظروا الواحد الاخر. ان الوالف لو حضرنا في جماعه الاخوه والاخوات والاب والام حاضرين وحطوا طبسيط واحد وكلنا كامل. الان يسنى اسئله فلان الطريقه ولا سبيت، واسئله فلان متوضا، واسئله فلان رجال، حتى يلحقوا كامل. الوالف ننتظروا اخواننا، ننتظروا الانسان اللي راه متخلف. الامر الثاني سيقع الايثار ان الانسان ياكل امامه بيمينه يسمي الله وياكل بما يليه، ياكل امامه. فاذا نظر في نفسه واكل اكثر من حقه يتوقف ويترك المجال للاخرين، يتربى الانسان على الاخر، وتنتج كما قال العلماء تتربى شجرة الرحمة في العائلة من ذلك التفصيل. تبدأ احنا اليوم كل واحد ياكل في وقته، كل واحد ياكل في طبسه، كل واحد ياكل في شمرة، كل واحد وحده ياكل حتى يخرج كل واحد وحش وحده، كل واحد وحش وحده يتعدى على اخوانه واخواته. التربية تبدأ من هذا، هذه من الآباء والأمهات. كذلك من الآباء والأمهات عدم العدل. كاين الناس يعطيه الله عز وجل الخير يبدأ يقسم في الدنيا، يمدل هذا يمجل هذا، يكتب على هذا ما يكتبش على هذا. ربما الله سبحانه وتعالى يرزق بكبد طرية على ابن ما أو بنت أو غير ذلك فيعطي هذا ويمنع هذا، يميل قلبه لشيء. حبيت هذا أكثر من هذا مش مشكلة، هذه قسمة ما تقدرلهاش أنت، أعطاها لك ربي. قذف في قلبك حب هذا تحبه أكثر من الآخر، معليش. ولكن من الناحية المادية لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين ابناء اولادكم. لا بد ان يتقي الا الانسان يعدل بين ابنائه، اذا كان وهب لهم في الدنيا حاجه معينه يعطي لهم كامل نفس الشيء. اذا وهب لهم يعطي لهم كامل نفس الشيء.
إلى موهب لهم يخليهم حتى يكونوا مات ويرثونه كما يقسم لهم الله سبحانه وتعالى. فإذا إخواني الكرام لا يجوز التعديل، وكذلك هذا التقادم في الميراث هو الذي يسبب المشاكل. التقادم في الميراث، ما معنى التقادم في الميراث؟ التقادم في الميراث هذا مصيبة، مصيبة موجود عندنا في الأحياء الأخرى كثيرة. يموت الإنسان ثم يخلف بعده أبناء، الأبناء هذو كل واحد فيهم يتزوج ويبقى فريق قائم، ويقول لك احنا دار الوالدين واحنا كذا واحنا ما نبيعوش دار الوالدين، ما نبيعوش ماذا، ما نبيعوهاش نبقوا فيها. ولكن الآن هذو ربع أبناء كل واحد جاب زوجة سكنوا في دار تاع باباه، ومن بعد كبروا الأبناء هذو ولاو أباء كبار عندهم أولاد كذلك، ومن بعد يموت واحد منهم والدار مازالت مكتوبة على الجد ولا على الأب، ويبقى بعد الدار تقدم ويولي بالك ربما واحد راه يدير على اسمه هو، او يجعلها اوراق اخرى، او تكون ما عندهاش اوراق اصلا يروح يستخرج الاوراق باسمه هو، وتولي في مشاكل اخرى، تولي في مشاكل اخرى، يكون على الدين في هذه الجهه وعلى الدين في هذا الطابق وعلى الدين. الاشياء هذه اذا كان عدم التفاهم يا اخي احسن حاجه تاديوها لوالديكم يا اخي بيع الدار هذيك وروح يدي نصيبه وروح يسكن فيها افضل لك احسن. واذا كان شفتوا تحبوا تخلوا دار يجتمعوا فيها العائله يا اخي حطوها كما هي واحد يلبسها خلوها للعائله اللي يجي يضيف فيها وروحوا جاوا، ما تبقاش كل واحد يستولي على شيء ثم تتجذر المشاكل حتى يجوا الاحفاد، الحفيد رقم اربعه ولا رقم خمسه وتخلق مشاكل وش تدير؟ تقطع الاواصر ما بين العائله. المصيبه ما هي في الدنيا، المصيبه كيولي هذاك ما يهدرش مع اخوه الى يوم القيامه، وزيد هذا يحرش اولاده ما يزيدش يهدر مع اولاد فلان الى يوم القيامه، والاولاد العم ثاني ما يتهدروش، وبعد اروح بها حتى نفس الشيء بالاخوان، هذا مع خاله ولا هذه مع خالتها ولا هذا كذا. فهذه يا اخواني الكرام اتقوا الله فيها. والانسان اذا كان مشكله، اذا كنت في مشكله من هذه انا انصحك، اذا كنت في مشكله من هذه وشفتها ما راحش تتحل حاول قد ما تقدر تنحي من نصيبك انت باش تتحل المشكله، ماهيش مشكله يعوضك الله احسن منها في الاخره، في الدنيا والاخره يعوضك الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا. اما يبقى الانسان كل واحد متمسك بشيء ما، ومنها تنتج الغيبه، ومنها يجي، ومنها يجي السحر، ومنها الناس اللي يسحروا بعضهم، ومنها تولي العذاب، ومنها يولي النميمه، ومنها تولي تدخل الناس في قسم تقسم الصفوف الى اعداء وخصوم، نسال الله العافيه والسلامه. فاتقوا الله في مثل الاشياء. قال النبي عليه الصلاه والسلام كلمه رهيبه تخوف، وش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال من اخذ شبرا من الارض، يدي شبر تاعو تاع 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 دارك تاع خاوته ولا تاع الدوله ولا تاع اي انسان، سواء كان هذا الانسان شخص معنوي كما الدوله ولا كان هذا الانسان شخص طبيعي كما الجار كما خوه كما الاخت ديالك، لياخذ شبر طوقه سبع اراضين يوم القيامه، طوقه سبع اراضين يوم القيامه. العلماء من بين الشروحات نتاع الكلمه هذه قالوا انه يكلف بشيء لا يقدر عليه كالمصورين فيعذب عذابا شديدا لا ينتهي، يتعذب عذاب شديد من اجل رد الشبر، فما ظنك يرى ود الامطار ود الانقارات ود اموال الناس وسيارات الناس وهما يتامى فان بهم يموتوا، خاصه الانسان يكون هو الاخ الاكبر احيانا يكون الاخ الاكبر، الاصل ان تتولد منه رحمه ان يستخلف والدهم، الاصل فيه ان هو الذي يجمع اخوته واخواته وهو الذي يقسم لهم بالعدل ويدير موقف يدخله الجنه امام يوم القيامه، هو مش يستولي منا ومنا، هذه على تدخل غالب الامور غالب الاحيان، ولا يلام الانسان ولا يعذر بهذا، لا يعذر، الله ماشي معناته يقول لك راك معذور ما كاينش مشكل، غالب الاحيان تدخل الزوجات تدخل النساء فكل واحده تقول له كيفاش نسمح كيفاش كذا كيفاش كذا علاه هو يعقلو علاش ما يعقلوش، فتولي التحريش والعياذ بالله. الزوجات اتقوا الله في ازواجكم وفي رجالكم، اتقوا الله، اتقين الله في ازواجكن، حرضي زوجك على طاعته وعلى العدل وعلى انه يسمع في حقه من اجل ان يطلب العافيه على الله سبحانه وتعالى، يطلب العافيه على ربنا سبحانه وتعالى. وكل واحد يشرح يديه يديه واش قدر له الله فقط، لا يستعجلنكم ولا يستوطئنكم لا يستعجلنكم استبطاء الرزق ان تاخذوه بمعصيه الله، تاخذ بمعصيه الله هو الرزق تاع كل سنه تديته بحول المعصيه فقط، ما يروح الانسان الى حق غيره، لماذا؟ لانك
لم ترضى بقسم الله. فليتق الإنسان ربه سبحانه وتعالى. اتقوا الله في مثل هذه الأشياء. هذه أمور وخيمة والعياذ بالله. وهذه أشياء دائما نسمع بها كل مرة، كل مرة نسمع بها. كأن الناس لا تخاف الله. وكأن الناس لا تظن في 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 نفسيتها أنها لن تلقي الله. رانا نخدموا خدايم كأننا ما راحش نموت والعياذ بالله. فلنتق الله وننظر إلى يوم سنلقى فيه رب العالمين. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. أريد أن أعلمكم أن بالنسبة للجماعة المتجهة معنا في التكوين في علوم الآلة إن شاء الله سيبدأ الدراسة السبت المقبل، موش على غدا، السبت 18 صفر إن شاء الله على الساعة 9 صباحا. النساء في مصلى النساء ورجال في المدرسة القرآنية إن شاء الله في الأقسام. ستكون تبدأ الدراسة، كل واحد سجل رقم، كل واحد سجل يأتي يوم السبت إن شاء الله على الساعة 9. وبالنسبة للدورة تاع شيخ الدنيا إن شاء الله تكلمت معه اليوم، سنعلن عنها إن شاء الله بعد أسبوع أو 10 أيام، نحدد التوقيت إن شاء الله الذي ستكون فيه الدورة العلمية للشيخ محمد الكنتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم، الحمد لله رب العالمين.